هذه هي المرة الثالثة، والسودان ثالث مرة في أقل من 4 أشهر. ما هي الأسباب؟ ودماء على الأسفلت وأبرياء يقتلون ومعظمهم لا يدري ما السبب، يعني أغلبهم لا يدري ما السبب. وشيء للأمانة يعني محزن جدا في 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 ولاية البحر الأحمر في إقليم البيجع شمال شرقي السودان، أن تصل الأحداث إلى هذا المستوى، وأن يصل المجتمع في الولاية إلى هذا الحد من الإحباط. في الناس تتساءل كيف يمكن إيقاف هذا النزيف. أنت تسأل ما الأسباب، نحن نسأل أيضا ما الأسباب في الولاية، الكل يسأل ما الأسباب. يعني هذه الأحداث الأخيرة يذكر إنها بدأت بقتل شخص أراد أن يسرق، وتم إصابته في المشاجرة ومات، فانطلقت الأحداث من الأطراف. وهنالك أيضا أشياء غريبة، يعني تجد المواطنين في داخل المدينة في وسط المدينة لا ينطبق عليهم نفس مستوى هذا الشجار في الأطراف، في الأحياء الطرفية خاصة في جنوب مدينة بورسودان.